بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم موفق علي النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا في CMA Certified Management Accountant مانجمنت بالمنهج الجديد 2020 دخلنا إن شاء الله خلصنا يونت 1 نكمل في يونت 2 الميجرمنت والفالويشن والديسكلوجر إحنا اتكلمنا على إن أي معايير سواء بالجاب الأمريكي أو الايفرز بتتكلم على يعني المعايير كلها بتنحصر في ريكوجنيشن الاعتراف بالبنود يعني ايه اعتراف بالبنود اي بند في القوائم الماليه او في المحاسبه الماليه علشان أدرجه في القوائم الماليه ليه شروط اه والمجومنت اللي هي القياس هقيسه بكام هقيمه بكام البند ده تالت حاجه ال اه بيسموه ايه سبسيكوينت بعد الاعتراف والقياس الاولي إن البند ده مثلا ده أصل وشوط اعتراف في الأصل مثلا وهقيسه بكام بالتكلفة مثلا كل كل تكاليف الأصل حتى يصبح صالح الاستخدام في مكانه الطبيعي أو بغرض استخدامه اللي الشركة قصداه بيه فتبقى دي مثلا الانيشيال ميجرمنت طب إيه الفالويشن؟ بيسموه بقى إيه السبسيكوينت ميجرمنت كل ما تيجي ميزانية بعد كده في 31 12 في كل سنة هعرضه بكام؟ فتقول لي مثلا الأصول المالية بن بنتكلم على الفير فاليو في كذا حاجه يعني ال كوست طيب الاصول الطويله الاجل تقول لي مثلا المعايير قالت لك اشتغل بالكوست موديل اللي هو التكلفه ناقص مجمع الاهلاك اه تديني البوك فاليو او النت كاونج اماونت كاونج اماونت او النت بوك فاليو يعني سيان تسميها كده او كده المهم ان دي ده الفالويشن هنا بمعنى القياس اللاحق كل ما تيجي ميزانيه هل هيفضل نفس قيمة الأصل بنفس الأصل أو أو يعني أي حاجة أو الالتزام لا بيستهلك مش هيفضل نفس القيمة في كل ميزانية يبقى ده الفالويشن الديسكلوجر الإفصاحات أو الإيضاحات بيتعرض إزاي في القوائم المالية وأي إيضاحات متممة تفهم أو يعني تدي كومبليت داتا أو انفورميشن متخذ القرارات أو مستخدم القوائم المالية

الحاجات دي كلها current, uh, current asset أو زي ما قال لك كده short term item مش عايز يقول بقى asset لإن ممكن يبقى في equity ممكن في liability ف uh, measurement of inventory وبرضو هنا ال inventory uh, أو investment و ال uh, securities ال investment الإستثمارات، الأوراق المالية، ال معيار تسعة أو ال 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 financial in in يعني هنشوف في الانسترومنتس يعني الادوات الماليه هتشوف تصنيفات ليها ويقول لك كل حاجه تصنفها صح عشان تقدر تعالجها محاسبيا صح طيب في يبقى في عندك الانفستمنت والايكوتي ميثود انفستمنت ان ديت سكيورتي البيزنس كومبينيشن اند Consolidated فاينانشال ستيتمنت ده موضوع ثالث ديفرنت تايب اوف اكسبنسز اند لايبيليتي جمع لك كل الحاجات دي وقال لك دي شورت تيرمز عشان اساس ما اقول شيء كرنت uh, اسيت ولا كرنت liability ولا انفستمنت لا كلها شورت تيرم وهجمع لك في ستادي يونت 3 هكلمك في الايه اللونج تيرمز طيب تعالى بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا uh, زي ما قلنا كده جلايم في حاجه مميزه ان هو uh, كل يونت يقول لك والله خد بالك ان مثلا uh, عندك اول فور يونتس uh, متكلمه على سيكشن اسمه external financial reporting decision External financial reporting decision ده عليه خمستاشر في المية من منهج CMI ألفين وعشرين إن شاء الله. فعندك أول حاجة اليونت اللي إحنا خلصنا External financial statement and revenue recognition. تاني حاجة أو تاني unit Measurement and valuation with disclosure investments and short term items. We uh, measurement and valuation with disclosure long term items. الاتنين دول يعني انا بعتقد يعني اتنين وتلاتة مكملين لبعض بس يعني هو تقسيمة بس للشورت تيرم واللونج تيرم بس الاتنين بيتكلموا على اغلبية المعايير بتاعت القوائم المالية مثلا الناس اللي بتدرس ايفرز اللي بتدرس دبلومة هتلاقي مصنفها لك على انها ايه ام ام عناصر القوائم المالية عناصر الميزانية عناصر آه سواء بقى لونج تيرم او شورت تيرم والمعايير اللي بتتكلم عنها من الريكوجنيشن والميجرمنت والفالويشن وعرضها في القوائم الماليه واخر حاجه الديسكلوجر زي ما قلنا كده دي ده كل اللي بيتكلم فيه المعايير الحاجات اللي هو حصرها لك دي اخر حاجه في السكشن ده الاكسترنال فاينانشال ريبورتنج ديزيشن الموضوع الجديد اللي هو ظريف جدا وصغير اللي هو الانتجريتد ريبورتنج يعني ما تديني بيانات عن الشركة حاول تديها لي او تفهم توصل لمستخدم القوائم المالية فاينانشال و non فاينانشال اه انفورميشن طيب تعالى اه اللي هي الانتجريتد ريبورتنج تعالى نستعين بالله بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في اه شابتر او يونت 2 يونت 2 زي ما قلنا كده هيبدا بالمدينين الاكونتس receivable تقول لي بص بقى المدينين دي يا اما تبص لها باختصار كده قبل ما نبدا فيها يا اما تبص لها على انها آه. طبعا هو هو أسد صح اه بس انت بتقولي والله يعني آه انا عايز اقيم يعني اقيم الكانت اسيت ده صح وبتيجي في اخر السنه بتعمل ادجاستنج انتريس تسويات جاذبيه ليه ليه ممكن يبقى في مدين آه يعني اعدم تماما الدين اعدم تماما تمام طيب فتقول لي دايت اوف تقول لي طيب استنى ده في ممكن اعمل بروفيجن مخصص لديون مشكوك في تحصيلها اه المخصص ده يا اما تعمله بناء على الايه الميزانيه يعني ايه الميزانيه يعني باعتبار ان الـ الـ ان في حاجه اسمها كرنت اسيت اصل متداول اسمه الاكونتس سيفول فباخد نسبه منه بتقول لي والله احنا كل سنه عندنا نسبه المدينين حوالي 1% 2% ما بيسددوش بنتكلم على ان المخصص اللي انا هعمله للديون المشكوك في تحصيلها بيبقى جزء من المدينين طيب ده لو انا هتكلم زي ما بيقولوا كده الابروش او من وجهه نظر الميزانيه هجيب المدينين ده من الميزانيه طب افرض انا قلت لا ده انا عايز اجيبها من الانكم ستيتمنت ازاي من الانكم ستيتمنت قلت لي والله احنا المبيعات بتاعتنا أه بنعمل جزء منها كريديت سيلز الكريديت سيلز المبيعات الاجله دي بتتعمل ليه الشركات بتعملها علشان تنشط مبيعاتها تقدر ان هي أه تبيع بالاجل بالقسط فتنشط مبيعات طيب حلو قوي بس احنا برضو عارفين ان احنا كل سنه ده خبره الشركه السابقه يعني تقول لك ان عارفين ان كل سنه أه مبيعاتنا الاجله مثلا ب 100000 في عندنا واحد ولا 2% ما بنحصلهمش او 5% اه خد بالك يبقى هناك من وجهه نظر الميزانيه بنحسب نسبه من المدينين لكن هنا بنحسب نسبه من المبيعات الاجله طيب دول موضوعين هنتكلم فيهم بعدين ان شاء الله انما هنا تعالى نشوف بيقول لك ان حاجه اسمها النيترلايزابل فاليو. فاليو اللي هو الجروس او يعني التويد ريسيفابل ناقص الألاونس اللي احنا هنعمله ده، تعال نشوف القصة دي بالتفصيل. هنا بيقول لك هو الأكونتس ريسيفابل اللي هو التريد ريسيفابل، الأكونتس ريسيفابل اكونتس ريسيفابل المدينين تريد ريسيفابل اللي هو من التجارة بتاعتك أو نشاط الشركة الرئيسي. are amounts owed to an entity by its كاستمر الشركة ليها فلوس عند الزبائن بتاعها resulting from credit sales. من نشاطها الطبيعي خد بالك لازم يكون من نشاطها الطبيعي from credit sales in ordinary course of business من النشاط العادي اللي بتعمله الشركه that are due in customary trade terms اللي هو مستحق ليها من نشاطها العادي وان الزباين دي أخدوا بضاعه والمفروض يسددوا ثمنها all other receivables are non-trade receivables الحاجات الثانيه بقى او اي مدينين اخرين مش من الايه مش من النشاط الرئيسي للشركه اللي هو احنا بنبيع مثلا اجهزه كهربائيه خلاص يبقى الشركه بتاعتنا متخصصه في الاجهزه الكهربائيه فسي ان انت مثلا بتبيع اجهزه كهربائيه و تقسط للعملاء هذه المبالغ او بيدفعوها مره واحده بس لما ايه يعني اون كريديت مثلا بعد شهر بعد شهرين يعني ايا كان التيرمز او الشروط اللي انت بتحطها للعملاء بتوعك ويقول لك خد بالك عشان معلش حته كده عشان تكون يعني مدير مالي شاطر ما ينفعش تدي الناس كريديت تيرمز اسهل من ان كلمه تسهيلات هنا او اسهل بمعنى ان يعني ايه فتره اطول للسداد فوائد اقل دي دي التسهيلات اه ما مفعش تديهم اقل او يعني اسهل من اللي انت بتاخد بيه تخيل ان انت بتاخد مثلا من بنك بنسبه 10% تروح تدي للناس بنسبه 8% يبقى انت هتخسر اه فاهم ازاي طيب ما ينفعش تكون مثلا البنك بيشترط عليك ان انت تسدد في خلال 60 يوم وانت بتدي العملاء بتوعك في خلال 90 يوم لا ده انت دايما لازم تبقى اقل عشان انت بتكسب من الفرق طبعا مش بتكسب من الفرق الفوائد فقط ولكن انت بت... بتيسر على العملاء بتوعك بس عشان مثلا يبقى ايه اه اه فلوس رجعت لك تاني فتقدر تسدد من الفلوس اللي هي يعني انت اللي الناس سددوها لك تقدر تسدد ان انت كمان اللي عليك طيب اه خلاص عرفنا اه اه من اي حاجة غير ان التريد والسيفابول مش هي موضوعنا احنا موضوعنا في التريد والسيفابول زي recording of a syllable which often uh, coincides with the recognition اه oh, دايما لما اعترف بالمبيعات اعترف ب ايراد المبيعات زي ما شوفنا كده في اليونت اللي فات وعندنا الفايف ستيب uh, ستيب موديلز uh, وشفنا ازاي نعترف بالريفينيو كوجنيشن انا اعترفت بالمبيعات بس في مش كل مبيعاتي كاش في مبيعات اجله اه فدايما لما يبقى في مدينين بتبقى متوافقه او يعني متزامنه مع ريفينيو <applause> ريكوجنيشن إس كونسيستنت ويز اكروال ميثود اوف اكاونتنج طبيعي انا بعترف بالايراد بغض النظر انا قبضت فلوس ولا لا عفوا وبالتبعيه يعني بالتبعية انت بتقول لي اه ما قبضت قبضت او ما قبضتش بس انت خلاص قدمت الخدمة او السلعة يبقى معنى كده لو في حد اخد الخدمة او السلعة وما دفعش يبقى دول مدينين اه uh, التريد دول اللي احنا هنعالجها في في الجزء ده من اليونت ريسيفبل شود بي سيبريتد انتو كارنت اند نون كارنت اه هنشوف ازاي دلوقتي الكارنت اللي هو زي ما قلنا كده اي حاجة كارنت اللي هي في خلال الاوبريتنج سايكل اور ال one year whichever is longer تمام؟ طيب ال non كانت اللي هي أكتر من سنة أو أكتر من روبيرتينج سايكل. most of the entities accounts receivable are classified as current. أغلبية الـ trade receivable العادي بيبقى current. ليه؟ والله أنا المدينين في خلال شهر شهرين بيسددوا البضاعة اللي خدوها credit sales. طيب آه المفروض إن هو الطبيعي بتاعه current asset because they are expected to be collected within one year. اور ذا انتيتيز نورمال اوبريتنج سايكل غالبيه ال الشركات اللي هي شغاله في التريد ال ال, ال التجارة الصناعة بتبقى الاوبريتنج سايكل بتاعتها اقل من السنة تمام فلذلك هيبقى هيكون ايه ه يعني في, في يعني في الحالتين هتقيس على الاوبريتنج سايكل على السنة هتبقى هتصنفها كرنت لكن النان كرنت ده اللي انت متوقع ان انت مش هت مش هتحصله السنة دي فبتبقى صنفه <applause> نون طيب بيقول لك هتحسبه ازاي او هتعمل له ميجرمنت احنا قلنا ان الفصل ده بيكلمني على الميجرمنت والفالويشن والديسكلوجر هقيمه <applause> ازاي فقال لك بص بقى هل ينفع اضحك على الناس يعني ايه اضحك على الناس اضحك على مستخدمي القوائم الماليه واقول لهم انا عندي اه مدينين ب 100000 وانا متوقع ان انا ما حصلش ال 100000 قال لك لا قال لك يبقى لازم تعرض بحاجه اسمها نيترلايزابل فاليو صافي القيمه القابله للتحقق ريلايز يعني يتحقق ريلايزابل يعني قابل للتحقق نيت ريلايزابل فاليو صافي القيمه القابله للتحقق يعني ايه الكلام ده يعني انا عندي كل سنه عارف ان في 3% ان كوليكتابل اكونتس او اللي هم بيسموها يعني انا مشكوك في تفيد ديون مشكوك في تحصيلها 3% 2% 5% ايه الرينج ده بس الغالبيه يعني بتبقى بتقع في 3% اه قال لك اهو كانت اكونتس سيفبل ار ريبورتد ان ذا بالانس شيت ات نيترايزبل فاليو الله ليه يا عم اكتب نيترايزبل فاليو ليه ما اكتبش المدينين كده زي ما انا فعلا انا مطلع بضاعه ب100000 اون آه. كريدت ما خدتش ثمنها الكاش خلاص بايعين مثلا بنص مليون في 400000 كاش دو خلاص طبقا للفينيو ريكوجنيشن وطبقا لكل الميثودز احنا فعلا باعين ب 500000 بس في 400000 كاش وخلاص دخلت الكاش عندنا و... وتحقق ال... 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 البيعه خلصت والفلوس كمان جت فخلصنا منهم اللي ما خلصناش منهم ال 100000 اللي هم بتقول لي اون كريديت ليه ما اكتبهمش في القوائم الماليه؟ فانت قلت لي علشان الفيسفول برزنتيشن علشان الريليفانس دايما افكرك بالكونسيبشوال فريم ورك سواء للجاب الامريكي او الايفرز الدولي الكونسيبشوال فريم ورك قال لك ايه القوائم الماليه هدفها بروفيجن امداد استخدام القوائم الماليه بالمعلومات المفيده في اتخاذ القرارات صح لازم تكون المعلومات دي مفيده عشان تبقى مفيده تبقى ايه ريليفنس مفيده تفرق في اتخاذ القرار تاني حاجه فيسفول برزنتيشن فيها, فيها آه عدالة العرض صدق العرض المعلومة كاملة عشان تبقى المعلومة كاملة اه ما عليه اقول له لا خد بالك ال الف صافي القيمة القابلة للتحقق فيهم احنا متوقعين ان في مئة الف ما يتحصلوش فيبقى فعلا المدينين تقييمها ذو الحقيقي وليس على الورق ال الف احنا ممكن نحصل منهم سبعة وتسعين الف فهعرض لك في الميزانية سبعة وتسعين الف معقولة اه طيب net of allowance اه يبقى انا هعرض الاكونتس ريسيفبل صافي من allowance اوف كريدت لوزز انا عندي خسائر ائتمانيه خسائر بص بقى ده ده التعديل الجديد ما كانوش بيقولوا كريدت لوزز الاول كانوا بيقولوا آه يعني آه بتاع ده ديون غير متوقع تحصلها او ديون آه مشكوك في تحصلها او كده هو فعلا مشكوك في تحصلها بس انت الشركات الكبيرة دلوقتي بيبقى عندها ناس تعرف زي كده كر... زي زي إدارة الائتمان زي كريدت مانجمنت في البنك. اه والله موفق ده بياخد الحاجة وبيسدد في ميعاده ف... فده ترتيبه الائتماني بعد كده لما ياخد حاجة هنديله. في ناس خلاص عرفنا إن ده ما بيسددش في ميعاده فما بقاش ما بقناش نديله اون كريدت. اه فأنا عامل عامل إدارة للائتمان فاهم الائتمان بتاعي. لما أجي واحد أديله اه, آه... اون كريدت وما يدفعش يبقى دي كريدت لوز دي خساير ائتمانيه انا ما عرفتش اقدر صح طيب الانكول اللي هو قال لك ما بين قوسين ايه الكريدت لوز دي الانكولكتبل اكونتس آه يبقى انا بعرض المدينين ناقص الكريدت لوز او الانكولكتبل اكونتس الاونس مخصص للديون غير المتوقع تحصيلها فور سيلز ريتيرنز اند بيل بيلينج ادجستمنت فانا بعوضه ازاي مش بعوض الجروس اكونتس ريسيفابل كله ال الف لا ده انا هقول ناقص ال 3000 اللي متوقع عدم تحصيلهم او اللي انا عامل لها allowance for uncollectible accounts اكونتس في الميزانيه In net realizable فاليو اوف اكونتس receivable صافي القيمه القابله للتحقق ده ده بالنسبه للايه انت قلت لي ال 100000 متوقع اه تحصيلها لكن انا عندي سلع اخرى معمره او يعني سلع مثلا آه آه سيارات ببيع حاجات تانية للمجموعة بتاعتنا فعاملة فرع اخر فتقولي لي في عندي نان كرنت ريسيفبل يعني ايه؟ يعني والله ممكن الزبون ياخد العربيه ويقعد مش هيدفعها في شهر شهرين ثلاثه لا ده ممكن يقسط فيها ثلاث سنين. اه فاكتر من الاوبريتنج سايكل او وان يير هصنفها نان كرنت ريسيفبل. ار ميجورد <applause> قز ات اس بي الاي برضو النت بريزنت فاليو اوف فيوتشر كاش فلو اكسبكتد تو بي كولكتد يعني ايه دايما لما اقول لك البريزنت فاليو البريزنت فاليو القيمه الحاليه القيمه الحاليه للايه للفيوتشر كاش فلو انا متوقع ان انا مثلا الزبون ده عليه 300000 فخلاص متوقع ان السنه دي هيدفع 100000 السنه الجايه او السنه الجايه هيدفع 100000 واللي بعدها 100 واللي بعدها 100 طيب هي ال ألف اللي هتتدفع بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد ثلاث سنين قيمتها زي النهاردة؟ لا يبقى دي كاش فلو في بس فيوتشر في الفيوتشر أجيب قيمتها النهاردة بإيه؟ بالديسكاونتنج ريت آه أجيب بمعدل خصم عشان أجيب النت بريزنت فاليو وأقول والله ال ألف دول هيتحصلوا هيت هيت بعد ثلاث سنين أو في خلال الثلاث سنين قيمتهم النهاردة 280 ألف جنيه أو 207 مش عارف 80 لا. دي إيه ده حسبتها إزاي دي موف عملتها بمعدل خصم. يعني إيه يا عم معدل خصم إيه هو في معدل خصم ومعدل فايدة آه. معدل الفايدة لما أقول لك أنت هتحط ال 100 ألف جنيه في البنك كل سنة لو مثلا معدل الفايدة 10% يبقى كل سنة هيجيب لك 10000. يبقى ال 100 ألف حطيتهم النهاردة السنة الجاية بقوا 110. ده اسمه ايه كومباوندنج حطيت لك البرنسبل اصل المبلغ زائد الانترست العكس الديسكاونتنج ال 100000 110 السنه الجايه قيمتهم كام النهارده 10000 معدل خصم 10% اه شوف بقى ازاي يبقى بمعدل فايده 10% ال 100000 السنه الجايه في قيمتهم الفيوتشر بريزنت فاليو الفيوتشر فاليو بتاعتهم 110 لكن البريزنت فاليو بتاعه الفيوتشر كاش فلو هتبقى هتخصم مش هتضيف طيب يبقى فهمنا الحته دي ان الكرنت التريد ريسيبل بتتقاس بالايه بالنت فاليو انما النون كرنت بتتقاس بالنت بريزنت فاليو وبرده الاثنين يعني دي برده فيها uh, يعني حته uh, المعلومه الكامله الفيس فلو برزنتيشن وان انا ببقى صادق في عرضي للقوائم المالية أو في تقديري. تأ... طيب زد... آه في حاجة اسمها الدايركت رايت أوف ميثود إكسبنسز باد وين زي أر ديترمايند تو بي عن كولكتبل يعني ايه؟ يعني والله انت بتقول لي انا سجلت على, على المدين حاجات بي... زي ما قلنا المدينين بتاعنا 100000 اه فلما واحد منهم تم اعدامه يعني تقول لي مثلا والله المدين ده اشهر افلاسه فاعدمت ال 5000 اللي عليه يعني ايه عدمته يعني حولته من ايه من سيفابل اتويتس سيفابل هو مدين خليته داين وعملت اكسبنسز بالبدت من حساب البدت على اساس ده مصروف الى حساب الايه التويد والسيفابلز ايه اللي انت عملته ده اصل خليته مدين يبقى قللته والاكسبنسز يبقى انا زودت الاكسبنسز في الانكم ستيتمنت قفلت حساب الاصل في مصروف قال لك ايه الصح وايه الغلط في كده؟ قال لك بص هنا بيقول لك ايه؟ ات از نوت اكسبتابل اندر جاب الطريقه دي مش متوافق بيها على ليه يا عم؟ الله ما هو ده اللي حصل فعلا ان 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 مدين اعدم ف يعني مدين اشهر افلاسه او البنك عمل له بنكر بيتسي ف اشهر افلاسه فاعدمنا الدين اللي عليه. بيكوز ات دازنت ماتش هي دي الفكره بقى آه ما هوش متوافق مع المحاسبة الصح والجاب الامريكي ولا ولا معيون المحاسبة الدولية قال لك ايه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام انت النهاردة في 2019 بعت مبيعات ب الف فجيت المدين اشهر افلاسه في 2020 فدخلت المبيعات في 2019 ودخلت المصروفات في 2020 هل كده في ماتشنج صح لا الله طب انا كنت هعرف منين ان هو في 2019 ان ده المدين ده هيشهر افلاسه؟ قال لك تعمل الالاونس. يعني ايه الالاونس؟ الالاونس بالطريقه الصح هيعمل ايه؟ اول ما تفرح بالفيرنيو ريكوجنيشن وتفرح بالايرادات اللي دخلت لك في 2019 في نفس الوقت تعترف بالايه؟ تعترف بال المصروفات عشان يبقى فيه ماتشنج صح مقابلة الإيرادات بالمصروفات المسببة لها لذلك هو هنا بيقول لك مش معترف بيها في الجاب الأمريكي ولا في ولا في الدولي الدولي it doesn't match venue and expenses when the الف and الف right of our in different periods آه. تحط مصروفات يبقى السنه بتاعت الاولانيه كسبانه والسنه الثانيه خسرانه لا ده كده مفيش ماتشنج كده مفيش محاسبه صح الله هو الماتشنج بتعمل ايه الماتشنج بتجيب لك نتيجه اعمال الشركه مظبوط وبتجيب لك مركزها المالي مظبوط طيب كلام جميل جدا يبقى انا لازم اعمل اكسبكتيشن ل زي ما قلنا كده الان كولكتبل الاول الان كولكتبل اكونتس بادز Uh, is used for tax purposes tax purposes مشكلتها في ايه تقول لك انا ما بعترفش بالبروفيجن يعني انت انت تقول لي احنا كل سنه بنا, بنخصم 3% 5% فال100000 تقريبا في 5 5000 مش هنخص مش هن مش هنحصلهم هم بتوع الضرايب يقول لك لا انا اخصمها لك لما يتحققوا فعلا لما تبقى خسائر حقيقيه اخصمها لك من الوعاء الضريبي بتاعك لكن لما تكون لسه انت بديت تتوقع ان المدين ما يسددش او يشرف فلوسه لا انا مش هعترف لك بيها هم المحاسبه يهمها الماتشنج والفيس والبوزنتيشن برزنتيشن انما بتوع الضرائب يهمهم الايرادات الحقيقيه والخسائر او المصروفات الحقيقيه فلذلك هم بيقول لك ان في البربوس بتاع التاكسز يقول لك لا لما يعد لما يحصل اعدام لدين او ان مدين يشرق افلاسه هعترف لك بيها واخصمها لك من الوعاء بتاعك غير كده انا ما بعترفش بالألوانس فدي هنعرف بعد كده لما نيجي نتكلم في الديفيرد تاكس ان في فروق ما بين المحاسبه والضرائب وازاي نعالجها وفي فروق مؤقته وفي فروق دايمه وكل واحده فيها ايه طيب فهو هنا وضح لك نقطه الدايركت رايت اوف ميثود ان اعترف بالمدينين, بالمدينين او بالمبيعات الاجله كلها وافرح به ايراد في سنه واجي لما مدين يعدم الدين بتاعه ابقى اخصمها كمصروف وقال لك دي مش مظبوطه ودي مش معترف بيها في الجاب لكن للاغراض الضريبيه ممكن تشتغل بيها. allowance of customer right of sales return

يعني انت بتقولي مثلا ان انا هبيع حاجات ب الف متوقع ان 10% يرجعوا البضاعه او 5% او 3% لو انت قادر تتوقعها صح يبقى اه بروفيجن ماست بي ميد تو ريتيرن مرشندايز بيكوز اوف برودكت ديفيكتس عيوب في المنتج تقول لي غالبا اه بس انت كده لسه ما حسبتش بقى النت سيلز خد بالك اه يعني انت بتقولي غالبا الناس بترجع 1% 2% 3% اي نسبه انت متوقعه في البيزنس بتاعك سواء انت ليك خبره في شغلك ولا طب ولو ما خبره انت بتقولي النسبه السايده في الصناعه دي كام <applause> طيب اول كاستمر دي ساتسفاكشن يعني ان هو عدم رضا العميل عن المنتج ده برضو نفس الحكاية ان انا لازم اعمل الالاونس ده ما استناش لما الزبون يرجع البضاعة لان ده هيبقى فيه ايه اه هيبقى برضو مش اكسبتابل بالجاب لان الحتة دي ما فيهاش ماتش الريفينيو مع الاكسبنسز الخاصة بيه to be con consistent with matching principle آه عشان تبقى متوافق مع الماتشنج ماتشنج برنسبل recognition of revenue and related expenses in the same accounting period the revenue from sales of goods and expenses uh, for the estimated sales return must be recognized on the same date. يعني ايه؟ يعني ما افرحش بيه فلوس انا بعت بيها او ايرادات جات لي وتقول لي في منها نسبه قد ايه كريدت uh, سيلز الا لما اخصم المرتجعات. لا دي بقى دي بقى قبل المدينين، <applause> يعني احنا كنا فوق بنقول مدينين وتم اعدام الدين وبتاع لا المبيعات اصلا لازم تحسبها من النت سيلز انت مش هتكتبها في الانكم ستيتمنت الا بالنت بالصافي انت بيع انت بيع بكام انت بيع ب 100000 ال 100000 دي احنا بنتكلم عنها صافي يعني ما ينفعش تقول لي 100000 بس في ارتجاع وفي لا 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 انت لما بتعرض لي السيلز في الانكم ستيتمنت انا ببقى فاهم ان دي نيت سيلز ليه لان انت عندك في سيلز ديسكاونتس في في سيلز uh, uh, في ديسكاونتس في ألاونس في سيلز uh, ريتيرنز مرتجعات في كذا حاجة بتقلل فأنت ما بتحطلي البيوتشيز ببقى فاهم إن دي بالصافي ما بتحطلي السيلز بيبقى دي بالصافي اه فهنا بيقولك أهو according إن allowance for sales return should be established آه. يبقى أنت برضه بتحطها لي بالصافي ناقص الأيه الألاونس زي ما كنا برضه بنقول المدينين بتتعرض في الميزانيه بالايه؟ بالنيتراليزابول فاليو بالصافي. طيب تعالى نشوف المثال ده وهنا بيقول لك ا كمباني هاز 500000 اوف سيلز ان جولاي الشركه دي باعت بكام؟ ب 500000 في شهر جولاي 500000 دولار. Its first month of operation ده الشهر الاولاني بتاعها مانجمنت استمت ذا توتال ريتيرنز 1% متوقعين ان في 1% مرتجعات. خلاص يبقى هنعمل ايه او تقول لي بص بقى انا المفروض اول ما آه هو هنا باع فعلا وكاش وكريديت كاش فقال لك ريكوجنيشن اوف فينيو فورم سيلز الناس خدت البضاعه خلاص والبيعه تمت ودفع الفلوس فبتقول لي والله من الكاش او الاكونتس ريسيفبل لو هم ما دفعوش بالكاش آه الى السيلز ده ده كده قيد مبيعات واعتراف بالايه بالبيع ده كده الريفنيو ريكوجنيشن كامل طيب ريكوجنيشن اوف الاونس اه في نفس اللحظه بتقول لي لا ده احنا متوقعين 1% يعني من 500000 يعني 5000 سيلز ريتيرن ده بيسموه ايه كونترا فينيو يعني ايه كونترا فينيو يعني حساب عكسي للايراد الايراد انا مش هكتبه في قائمه الدخل ب 500000 انا لازم الاول اطرح الكونتر فينيو دوت اللي هم هيبقى يعني اما اعوده لك لك ب 495 في الانكم ستيتمنت طيب والالاونس اوف سيلز ريتيرن ده كونتر اسيت يعني ايه يعني لو دي لو دول مدينين يبقى مش هعرض لك برضو المدينين بال الف هعرضها ب 495 تمام طيب يبقى دي بالنسبة للريترنز الريترنز دي أصلا ما اتكلمش عن السيلز إلا بعد ما أخصمها إنما إحنا دلوقتي بقى نرجع تاني للإيه للأن كوليكتابل أكاونتس أند باد باد ديت فهنا يقول لك إن في طريقتين بس خلينا الأول نشوف هنا بيقول لك بيكوز كوليكشن إن فول أول أكاونتس The receivable is ان uh, يعني ايه؟ يعني مش كل الناس زي بعض ذا allowance او يعني مش مش كل التحصيل هيبقى زي بعض في واحد هيسدد في سدد في ميعاده وفي واحد لا ذا uh, allowance for uncollectible accounts must be recognized اه uh, يبقى لازم تعمل لي زي ما قلنا كده في في ال 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 ما تحفحش بيها لما تخصم ال ال المتوقع ارتجاعه يعني أو سيلز أو هنا برضو زي ما قلنا في الأول خالص لازم تخصم تقسم اللي تقسم الأللاونز. to match bad debt expense with the related revenue يعني أتكلم ده متعاد تاني إن هو حملة الماتشنج اللي أنا بقابل الإيرادات بالمصروفات المسببة لها. the principal measurement issue for accounts receivable is the estimation of net realizable value for balance sheet reporting and related uncollectible accounts اللي هو بيسموه bad debt expenses المفروض ان ده هيتحط في مصروفات في الانكم statement يبقى زي ما قلنا كده عمليه الماتشنج دي مش هتاثر بس في الانكم statement دي كمان هتاثر فين في البالانس شيت يعني المركز المالي بتاع الشركه وفي نتيجه اعمالها The bad debt expense recognized for period increases the allowance for uncollectible accounts. The allowance آه يعني أنت النهاردة اعترفت ب. تدي في واحد في المية أو اثنين في المية أو ثلاثة في المية مش هنعرف نحصلهم فبتزود ال bad debt expense. The allowance for uncollectable accounts is a contra account to accounts receivable. يعني ال 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 bad debt أو ال 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 المخصص اللي هو مخصص ال uncollectable accounts ده. ده بيقل زي ما قلنا كده لما بتيجي تعرض في الميزانيه بتعبد بالنت النت بالنيتولايزابل فاليو النيتولايزابل فاليو ده ايه المدينين ناقص القيمه اللي انا متوقع محصلهاش فقلتلي فقلت لي مش هعبد ب 100000 متوقع مثلا في 3000 مش هيتحصلوا بسبعة ب 97000 طيب Thus, the recognition of bad debt expense decreases the balance of accounts receivable. بيقلل فعلا accounts receivable. The two uh, هنا بقى بيكلمك على الطريقتين الأشهر يعني بيقول لك the two, uh, two uh, most common methods of uh, measuring bad debt expense and allowance for uncollectible accounts. Percentage of sale methods اللي هم بيسموها ال uh, income statement approach with percentage of ريسيفبل uh, ميثود اللي هي البالانس ال شيت ابروش لو انا هاخد نسبه من المبيعات واقول النسبه من المبيعات دي الاجله مش هنقدر نحصلها يبقى انا كده شغال بالانكم ستيتمنت ابروش ليه لان انا بجيب المبيعات دي منين بجيبها من الانكم ستيتمنت طيب لو انا هشتغل أقول لا ده انا هاخد نسبه من المدينين على انه ان هو كان تاسد المدينين دول مثلا 100000 فانا في نسبه منهم 3000 مش هقدر احصلهم يبقى ده اسمه ايه البالانس شيت ابروش يعني يا اما تشتغل في الانكم ستيتمنت ابروش يا اما تشتغل بالبالانس شيت ابروش المهم ان الطريقتين هيحققوا لي ايه هيحققوا لي حته الماتشنج ان انا اقابل الايرادات بالمصروفات المسببه لها انا بعت مثلا ب 500000 مبيعات في منهم 100000 مبيعات اجله فسي ان انا ما عنديش عملاء تاني لسه زي ما نقول كده اول معاملة لينا فهيبقى خلاص ال الف دول كلهم عملاء والله لو اشتغلت بقى من قايمة الدخل لو اشتغلت من الـ من البالانس شيت طبعا ساعات بيبقى في عملاء اخرين يعني عملاء من معاملة سابقة يعني مش فممكن ما تتساواش الكريدت سيلز مع ال ال الاكونتس

and expenses مش عارف هو عمال يكرر الموضوع تاني بياكده يعني occasionally a small company will use the direct uh, write-off uh, method under the assumption that the difference between it and the allowance والله لو في نفس السنه وزي ما قال لك كده شركه صغيره بتشتغل بنظام الايه الدايركت رايت اوف لكن طبعا المحاسبه السليمه هو فهمك ليه هي نوت اكسبتابل في الجاب لان ما فيهاش مبدا الماتشنج هل ينفع تعترف بإيراد في فترة وتطلعها كسبانة وفي فترة أخرى تي تعترف بمصروف وتبقى الفترة التانية خسرانة ما ينفعش المفروض إن أنت في نفس الفترة تقول لي بعمل ماتشنج ما بين الإيرادات والمصروفات المسببة لها. طيب يعني هو بيقول لك ان الـ small company will use ذا direct رايت right اوف method under the assumption that the difference between it and the allowance method is immaterial يعني مبالغ مش كبيرة وحاجات صغيرة و عشان كده بيشتغلوا فيها in other words the materiality principle is used as an excuse يعني في هنا زي ما تقول يعني استثناء to violate the matching principle طب خلاص خلينا بقى سيبك من الشركات الصغيرة وسيبك سيبك من ال الاستثناء ده تعالى نرجع تاني للاثنين ابروشز اللي قالك عليهم لو انت هتشتغل بالانكم ستيتمنت ابروش يبقى زي ما قلنا كده هتحسب المدينين وتحسب الان كولكتبل accounts او او بيسموه ايه الان كنسبه من الايه من المبيعات هتجيبها منين المبيعات دي من الانكم ستيتمنت يبقى انت كده شغال بالانكم ستيتمنت ابروش انكم ستيتمنت ابروش كالكوليت الباد ديت اكسبنسز از ا برسنتج اوف كريديت سيلز ريبورتد ان ذا انكم ستيتمنت صح كده اه تعال نشوف المثال ده اهو بيقول لك كمباني يير اند ان ادجستد تو اير بالانس ريبورتس ذا فولوينج اماونتس ده الحسابات دي جايه من ميزان المراجعه خد بالك ان ادجستد يعني قبل التسويات الجرديه احنا المفروض تعالى بسرعه كده نراجع الدوره المحاسبيه المفروض بيق... بيتعمل قيود يوميه بتتسجل في الجورنال انتري في ال... اليوميه العامه او الجنرال جورنال اه تمام طيب الجنرال الجينول... يعني الانتري القيود بيت... ب... اليوميه بتتعمل في الجنرال جورنال بتتقيد في اليوميه العامه وبعد كده بتعمل بوستنج ترصيد للحسابات في ال... ال... الجنرال ليجر بعمل عندي كده ارصده حسابات فين في في الاستاذ او حساب الليجر <applause> طبعا غالبية الشركات دلوقتي الدنيا كلها بتشتغل دلوقتي كومبيوترايز فانت بتسجل الفاتوره بتسجل القيد بتعمل القيد وبتعمل له بوستنج وترحل وكل حاجه تقدر طول السنه تعمل انترنج ويتعمل اوتوماتيك بوستنج لغايه ما تيجي في اخر السنه يبقى عندك ايه عندك حسابات مليانه فيها مدين وداين مدين وداين الكمبيوتر يفلترها لك ويعمل حاجه اسمها بالانسنج بالانسنج يعني ايه أرصدة الحسابات حسابات المدينة وصاد الدينة تقدر تعمل تطبع وتعمل حاجة اسمها ترايل بالانس بس الترايل بالانس ده تقدر تعمل قوائم مالية ملي... لا ليه لأن اسمه كده ان ادجاست ترايل بالانس لازم تعمل ادجاستنج uh, انتريز يعني شوية تسويات جردية آه اجي اخر الفترة اشوف رصيد uh, uh, الانفنتوري ال, ال, ال اخر الفترة رصيد uh, الريسيفابل هو اللي احنا المدينين دفعوا اللي عليهم ولا ولا اللي ما دفعوش زي اللي كنا متوقعينه ولا في مدينين تاني أعظموا ولا اه فتقول لي في كده شوية قصص هظبطها عشان اعمل adjusted trial balance ميزان مراجعة بقى بعد التسويات up to date و according to accounting policies we, اقدر اعمل منه بقى الفاينانشال ستيتمنتس بس هو الراجل بيقول لك احنا اخر خطوه بقى الفاينانشال ريبورتنج او الفاينانشال ستيتمنت يبقى احنا كده ايه راجعنا الدوره المحاسبيه كلها الراجل بيقول لك لا احنا هنا لسه ما عملناش الخطوه اللي هي الايه اللي هي الادجاستنج انتريز فلسه ده دي ارصده جايه لنا من الان ادجاستد ترايل بالانس ميزان المراجعه قبل التسويات طيب هنا بيقول لك الجروس اكونتس سي Receivable ب 100000 الالاونس بتاعت الان ان accounts اكونتس ب 1000 في رصيد اول فتره وفي سيلز سيلز اون كريدت بكام؟ ب 250000 يبقى الرصيد ده جاي منين؟ الرصيد ده جاي من من المدينين من الميزانيه انما الرصيد المبيعات الاجله جاي من ال الانكم ستمنت حسب ما يقول لك بقى انت هتشتغل من الانكم ستمنت ابروش ولا من قائمه المركز ما يبقى تاخد الرصيد ده طيب اللي اختلفوا انت مش قلت لنا موفق ان السيلز اون credit المفروض كلها مدينين اه افرض ان في مدينين دفعوا في خلال الفتره اه ماشي طيب اكوردنج تو او 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 العكس يعني ممكن يبقى المدينين اكتر ليه لان مش مش مدينين من البيعه دي بس بيعه ثانيه كمان اه تمام طيب مع ما علينا المقصود ان ممكن الريسيفابلز تختلف عن الكريدت سيلز او السيلز اون كريدت فحسب ما انت متعود تشتغل في الشركه بتاعتك هتشتغل من الانكم ستيتمنت ابروش او من البالانس شيت ابروش اكوردنج تو باست اكسبيرينس طبقا للخبره السابقه هو بيقول لك انا عندي 1% اوف ذا كمباني كريدت سيلز هاف بين ان كوليكتد غالبا ببيع مبيعات اجله 1% منهم ما بيقدروش يسددوا بمماطلة بتاع ف... فانا عامل عامل حسابي ان في واحد في المية خسائر بقى بميها في الانكم ستيتمنت بس الاول بعمل لها مخصص لو ما تدفعوش في الاخر بعملها باد وب... ديتس او مش في الاخر سوري معلش عشان مبدا الماتشنج اهو ما بنعترف بالايراد لسه كنا هنغلط في حاجه كنا لسه عمالين نتكلم فيها اول ما بعترف بالايراد بعمل الباد ديت اكسبنس على والالاونس بنفس يعني في نفس القيد علشان اقابل الايرادات بالمصروفات المسببه لها. اه بس هنحسبها بقى منين؟ من الانكم ستيتمنت ولا البالانس شيت؟ فهو بيقول لك اهو والله لا الراجل بيقول لك ذا باد ديت اكسبنس ريكوجنايز فور ذا يير بكام؟ اه من الانكم ستيتمنت خلاص من الانكم ستيتمنت اروح اجيب السيلز اون كريدت 250000 في 1% في زي ما قال لك احنا 1% من مبيعات الأجيال ما بنحصلهاش فقال لك 1% في ال في 250000 يبقى 2500 دولار. ذا كمباني ريكوردز ذا فولوينج ادجاستينج انتري. اه قلنا بقى ان في باد ديت ب 2500 والالونس ب 2500 عملنا القيد ده عشان ايه؟ ده هيروح ده يعني مصروف هيتحط في الانكم ستيتمنت هيقلل الايراد. لكن الالونس اوف ان انكولكتبل اكونتس ده كونترا اسيت. هيقلل المدينين في الميزانية يبقى لما تيجي تعرض المدينين مش هتعرضه ب 100000 هتعرضها بكام بالنيتلايز ابل فاليو ال 100 ناقص ال 2500 اهو التوتال ادجاستد بالانسز اوف الاونس فور ان كوليكتابل اكاونتس اند الباد ديت اكسبنس 3500 ليه دي بقى 3500 لان كان في 1000 في الاول صح <تصحة> ولا لا اه كان في 1000 في الاول يبقى برضو اه مش هتقعد ب 100000 هتقعد بكام؟ اه بالمية ناقص تلاتة خمسمية معلش احنا خدنا نسينا ما خدناش بالنا من الالف آه راجل ايه فكرنا وقالك لك جبت منين التلاتة خمسمية الالف رصيد الالونس الاولاني انت كنت عامل الونس البيع سابقة مثلا او كريدت سيلز قبل كده طيب والمبيعات الاجلة الحالية ميتين وخمسين الف او بتاعت السنة دي يبقى دي على الرصيد بتاعها كام؟ 3500 يبقى الـ Uncollectable Accounts والـ Bad Dates وألفين و 2500 uh, uh, respectively يعني على التوالي يعني 3500 ده رصيد الـ Uncollectable Accounts جه منين؟ رصيد كان أول فترة بتاع الـ Accounts 1000 زي ما قال كده Year Beginning Balance زائد ال 2500 بتوع الفتره دي يبقى تلاتة يبقى المفروض 3500 امال ال 2500 دي ايه؟ ده الباد ديت اكسبنس بس ده اللي هو المصروف اللي هيروح الايه؟ الانكم ستيتمنت. طيب ذا كامبر ريبورتس نت اكونتس ريسيفبل هيعرضوا بكام بقى؟ ال 100 ناقص الرصيد النهائي للمخصص الديون غير المتوقع تحصيلها او الالاونس فور ان كولكتبل اكونتس يبقى مية ناقص تلاتة خمسمية يبقى ستة يبقى ده هيتعرض فين؟ in the balance sheet and الباد bad debt دي هتروح ال income كمصروف يبقى تعالى نشوف ال balance sheet أو presentation هعرضها ازاي في القرار المالية في الميزانية هقول لك المفروض مية ألف ناقص ال آه uh, net أوف Allowance for Uncollectable accounts ب 3.500 يبقى الصافي 96500 انت لو جمعتهم هتعرف ان اصل الاكونتس ريسيفبل كانوا 100000 بس انت مديني ايه بتقول لي النت اوف يعني الاكونتس ريسيفبل اه بس مخصوم منه الان Uncollectable accounts طيب كلام جميل يبقى دي طريقه الايه؟ نفس طريقه العرض في البالانس شيت ابروش بس كل الحكايه انا هضرب ال 1% في كام؟ اه بدل ما كنت بروح اجيب الكريدت سيلز من الانكم ستيتمنت هروح اجيب الاكونتس ايفابل من البالانس شيت زي ما اسمها اهي ده البالانس شيت ابروش بالانس شيت ابروش استيميت ذا بالانس ذات شوت بي ريكوردد ان ذا الاونس بيسد اون كوليكتبيليتي كوليكتبيليتي اوف اندنج جروس اكاونتينج ريسيڤابلز اه يعني انا مش هجيبها بقى من الايه من المبيعات الاجله هجيبها من صافي المدين مين المدينين او مجمل المدينين الباد ديت اكسبنسز از ذا اماونت نيسيسري تو ادجست ذا allowance تعال نشوف مساله هو برضه هيقول لك نفس المثال السابق اسيوم ذا كمباني يوز ذا بالانس شيت ابروش يبقى في البالانس شيت هم راحوا جابوا لما كانوا شغالين بالانكم ستيتمنت ابروش كانوا راحوا جابوا ال 250 لا دلوقتي هيروحوا للبالانس شيت ابروش يبقى هيجيبوا رصيد الجروس اكونتس سيبل على اساس ان هو كارنت اسيت في البالانس شيت ب 100000 بس يبقى احنا هنشتغل على الايه؟ ال 100000 <applause> بس هل هو نفس النسبه؟ لا خد بالك انت لما بتيجي تقول لي اجمالي المبيعات المبيعات رقم كبير انما ال الاكونتس بول داز المدينين اللي اتبقوا ما دفعوش فاكيد هيبقى اقل من المبيعات فممكن تكون النسبه اكتر شويه تمام assume the company uses the balance sheet approach and that based on company experience في 6% من ال accounts receivable are determined to, to be uncollected في 6% ما بقدرش احصلهم من المدينين طيب thus the ending balance of allowance for uncollectible accounts 6000 جبت 6000 منين؟ جبت رصيد المدينين من الميزانيه وضربته في ال 6% اللي هي الايه؟ من اللي جايلي من الباست اكسبيرنس بتاعت الشركه ان هي ما بتقدرش تحصلها فقلت لك خلاص يبقى انا هعمل الاونس بكام 6000 ايه الاونس ب 6000 ايه الاكسبنس او الباد ديت اكسبنس ب 6000 والالاونس ب 6000 بس استنى يا عم ده الب ده الباد ديت اكسبنس كان فيه ليه رصيد سابق اه الالاونس فيه رصيد ب 1000 انت النهارده خد بالك خد بالك من حته مهمه جدا في الانكم ستيتمنت انت عندك مجاميع يعني ايه مجاميع؟ يعني دي المبيعات الـ 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 الاجله لما بتقول لي السيلز اون كريدت دي المبيعات الاجله بتاعه السنه كلها اللي حصلت في خلال السنه كلها مجاميع انما الحسابات اللي انت بتجيبها من الـ من البالانس شيت دي حسابات اسمها ارصده يعني رصيد ال الأكونتس ريسيفبل مش مجموع خد بالك في قايمة الدخل أنت بتتعامل مع مجميع مجموع الإيراد اللي حصل في السنة مجموع المصروفات اللي حصلت في السنة مجموع مجاميع مجموع المبيعات الآجلة في السنة لكن هنا بتتعامل مع إيه؟ مع أرصدة أه فلما تيجي تقول لي رصيد الأكونت الأنكوليكتبل الالاونس اوف ان كوليكتابل اكونتس كان ب 1000 وانا عايزه يبقى 6000 ب 6000 ليه؟ لان انت بتقول لي هضرب 6% في ال 100000 في اه يبقى انا عايزه يبقى 6000 يبقى انا محتاج ازوده بخمسه بس خد بالك لو لو زودت بستة وهو رصيده كان 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 1000 يبقى هيبقى الرصيد بتاعه 7 تطرح السبعة من المية ألف يبقى أنت يبقى دي كانت هتظهر هنا تلاتة وتسعين خد بالك من الفرق ما بين الميزانية والإنكم ستيتمنت الإنكم ستيتمنت مجاميع فتضربها في الرصيد خلاص يبقى زي الفل ليه؟ لأن ده مجموع الارض... ال 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 بتاعنا ال... ال... المبيعات الآجلة اللي حصلت في السنة ما كان بيقول لك مجموع المبيعات الآجلة 250000 وخمسين ألف لا دي ما اتحصلتش في بيعة واحدة ممكن بيعها ب 10000 ممكن بيعها ب 100000 ممكن بيعها تانيه ب 50000 ممكن بيعها تالته ب... اه لغايه مجموع كل السيلز اون آه آه كريدت مجموعها في السنه 250000 انما هنا رصيدها دلوقتي كام هنا ارصده ارصده ال اه المدينين فانا عايز لما اجي اعرض اعرض المدينين ناقص ال allowance فور ان accounts اكونتس اه فانت بتقول لي اهو آه 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 انا عايز اوصل ل 6000 6000 دي ايه 6% في 100000 بيكوز ذا الاونس كانت لي هاز ذا بالانس علشان الاونس اصلا حصاله وموجود فيه دلوقتي 1000 دولار ذا فولوينج جورنال انتري از ريكوردد الباد ديب الباد ديت اكسبنس الباد ديت اكسبنس هعمله بكام ب 6000 لا هو في 1000 قبل كده انا معترف بيه لو حطيت 6000 هيبقوا سبعه. لا يبقى انا عايزهم يبقوا 5000 فهقول 6 ناقص عايزهم يبقوا 6000 فهو رصيد في رصيد 1000. يبقى اعمل 5000 عشان 5000 و1000 يبقوا 6000. الالاونس اوف انكولكتبل اكونتس ب 5000 لان برده في رصيد 1000 على الخمسه اللي هعمل بيهم القيد ده يبقى اصبح 6000. اه امال هو قايل لي ليه المعلومه دي؟ قايل لي ليه ان في مع... في 1000 قبل كده؟ شوف بقى ازاي طيب علشان هنا مجموع في في الانكم ستيتمنت ابروش مجموع فجمعتها على الايه ال 2500 لكن علشان هنا رصيد فالرصيد 6000 هي يعني عندي 1000 قبل كده هعمل ب 5000 عشان يبقى الاجمالي كله 6000 اه اجي اما اعرض تقول لي انا هعرض في البالانس شيت برزنتيشن اقول لك الاكونتس ريسيفابل ب 100000 ناقص المخصص 6000 يبقى اللي متوقع حصله فعلا 94000 لكن انا ما عملت القيده ب 6000 وهو عنده 1000 رصيد قبل كده يبقى 7000 يبقى ازاي اجي اقول للناس ان انا متوقع يعني احصل 93000 لا انا فعلا متوقع احصل 94 الرصيد الاكونتس سيفبل 100000 ناقص اللي متوقع ما يتحصلش 6000 يبقى كام 100000 ناقص 6000 يبقى 94000 طيب خد بالك دايما مفكرك تاني وتالت اهو ان حسابات الانكم ستمنت هي حسابات ايه مؤقته بتتقفل وتتصفر عشان السنه الجايه اعرف مجموع ايرادات الشركه كام مجموع السيلز كام مجم... اه دي ارسلت مجاميع انما البلانشيت شيت حسابات دائمه لا تقفل ولكنها ترصد ولكنها إيه ارصده وليست مجاميع حلوة قوي عشان كده القيدين اختلفوا اوعى تتلخبط واحد يقول لك آه آه ليه هنا عملت قيد بستة آلاف وليه آه او ليه هنا عملت قيد بالنسبه كلها وهنا ليه عملت قيد مكمل للرصيد الرصيد يعني انت عايزه يبقى آه ستة آلاف وكان عن في آه رصيد فيه ألف فوصلته ل آلاف فتبقى فاهم ترد عليه ليه قده اتعمل بالقيمه دي ده اتعمل بالقيمه دي ليه طيب <applause> عفوا هنا بيقول لك ان انتيتي ريلي هاز ا سنجل ريت اوف ان فو اول في حاجه اسمها بقى ايه آم. ان الدين كل ما يقدم كل ما تتوقع انه ما يتحصلش كل ما الدين يقدم فتقول لي انا بعمل كده تيبل بسميه الايجنج سكادول ايجينج يعني الجدول يعني الدين ده الديون القديمه هيبقى نسبه ان عدم تحصيلها اكتر النسبه هتزيد كل ما الدين يقدم وما اتدفعش احتمال العميل اللي... ما يسددش فقال يهرب بالفلوس اي حاجه اه عفوا طيب لأن بيقولك علشان إن مش كل الديون زي بعضها في الانكولكتابيلتي ذس زاص يوزنج entity using the balance أبوش generally prepares an ongoing uh, uh, sorry aging, schedule. aging schedule يعني جدول um, للديون for accounting accounting صيفا أدي أبوش aging schedule using the data اللي فات ده. Assuming the company uses the following aging schedule to determine the ending balance of allowance for uncollectible accounts. والله عندك كذا دي ماشي ادي البالانس عندك شوية ارصده سبعين و وعشرة و, و بس خد بالك السبعين دول اقل من 30 يوم فنسبه ان يبقى في المية أو الاستيميتد أن كوليكتابل 2% في يبقى ألف لكن هنا من ل 60 يوم في ديون قعدت شهرين ما تحصلتش شهر أو شهرين فالنسبة هنا تزيد نسبة عدم التحصيل دي حاجة واقعية بتحصل فعلا فيقول لك خمسة في يبقى دي في بقى ديون بقى لها أكتر من شهرين ما تحصلتش من شهرين لتلات شهور عشرة آلاف فالنسبة عدم التحصيل تزيد احنا مش متوقعين بقى نحصل او لو حصلنا مش هنحصل عشرة تلاف كلهم فهنا النسبة شوف عالية ازاي بقى تلاتاشر في المية فاجيب اضرب النسبة في ال في المتوقع عشان اجيب ايه في قصدي في الرصيد عشان اجيب الايه الاندنج الاونس دي ده رصيد اللي مش هقدر احصلهم اه اكتر من تلات اه اكتر من تسعين تلات شهور يعني او تسعين دي يبقى هضربها اه في نسبة كبيرة اوي طب الارقام دي مين اللي بحطها؟ دي زي ما قلنا كده باست اكسبيرينس اه شوف بقى ازاي؟ طيب طيب ليه انا بعمل الجدول ده؟ علشان اتوقع الايه؟ الاندنج الاونس ال 4000 يبقى الالاونس ب 4000 والبالانس بتاع الديون البالانس بتاع الاكونتس ريسبابول 100000 اجي اعوده في الميزانيه بكام؟ بال 100 النتولايزابول فاليو ال 100 ناقص ال 4000 بس the ending balance of the allowance for uncollectible accounts 4000 because the allowance currently has the balance ب 1000 اه تاني خد بالك احنا شغالين بمبدا البالانس شيت ابروش البالانس شيت ابروش بيقول لي ان احنا بنتعامل مع ارصده مش مجاميع عارف لو مجاميع كنت هقول لك ال 1000 دي واجمع عليهم اعمل قيد جديد لا ده هو في 1000 في الرصيد فانا عايز اوصل الايه الرصيد بتاع الالوانس ال, ال 4000 عشان اخصمه من ال100000 دي يبقى فعلا الصافي 96000 فخلاص يبقى الباديت اكسبنس كان فيه 1000 هحط له 3 عشان يبقى الرصيد كام 4000 والالوانس كذلك طالما ده في في 1000 يبقى ده في 1000 يبقى ايه اعمل له قيد ب 3000 يبقى الالوانس كده ارتفع من 1000 بقى كام بقى 4000 اجي اعرض في الميزانيه اقول البالانس شيت برزنتيشن الاكونتس ريسيفبل المدينين بس خد بالك انا مش عارض لك المدينين بالاجمالي ده انا عارضها لك بعد خص مخصص الديون غير المتوقع تحصلها اه يبقى الاكونتس ريسيفبل نت اوف الاونس فور ان كولكتبل اكونتس اللي هو المخصص ده ب 4000 يبقى الصافي 96 اللي هيقرا كده هيقول اه والله لا يبقى هي كانت الاكونتس ريسيفبل كانت كام كانت ب 100000 ستة وتسعين ولا اربعة تلاف بس انت عارضها لي بالصافي عشان اعرف المتوقع تحصيله كام بالظبط طيب في حاجة اسمها رايت اوف اوف اكاونتس بتقولي بتقول لي والله بقى ايه انت كنت بتقول لي الدايركت رايت اوف ميثود دي ما كانتش حلوة ان انا اقول ال 100000 كلها اكاونتس receivable واعرضها في الميزانية ولما واحد يتم اعدامه بقى خصمه بتقول لي لا كده مفيش ماتشنج طيب ايرادات حصل في فتره ومصروف حصل في فتره يبقى فتره كسبانه فترة خسرانه ما ينفعش لازم اعمل ماتشنج بحته الاكسبكتيشن عملت ماتشنج كل حاجه بس حصل بعد كده ان في آه في حاجه ما اتحصلتش برضو هنعمل ايه خلاص دي بقى ساعتها بقى خلاص اعملها في في فترتها ده حدث بقى ايه اللي هو بيقول عليه تغير في الاستيميشن انت كده عملت محاسبه صح بس حصل تغير في الاستيميشن اثبته وقت ما يحصل بقى مفيش اي مفيش هنا مشاكل في الماتشنج ده اللي هيحصل دلوقتي اهو فهنا بيقول لك هو, هو الرايت اوف آك اوف اكاونتنج سم كاستمرز ار ان ان ايبل تو في بعض المدينين او العملاء مش لا عايزين ولا قادرين يدفعوا فخلاص رايت اوف of a specific debt is recorded as follow. The allowance. اه خد بالك. أنا هنا مش هعمل bad debt expense. وعمل مصروف for في لا. أنا عملت خلاص السنة اللي فاتت. أنا عملت خلاص لما أنشأت ال allowance. داين allowance ليه لأنه بتخصم من الأصل اللي هو مدين. صح؟ مش الأصل مية ألف وإحنا خصمنا منه أربعة آلاف. لما يحصل بقى إعدام في 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 دين اثبته في ساعتها بقى بس ساعتها هعمل ايه؟ هقلل الالوانس اللي هو الداين واقول الاكونتس سيفابل بكام؟ اه يبقى انا عكست الاثنين يعني ايه عكست الاثنين؟ الاصل الاكونتس سيفابل المدين خليته داين والالونس الانكولكتبل الالونس فور انكولكتبل اكونتس خليته مدين اللي هو كان داين اصلا الله هما كنت عاودهم السنه اللي فاتت كنت عاودهم ازاي كنت قايل ال الف ناقص ال6000 يبقى الف طيب دلوقتي في مدين اهلك فعلا او اعدم يعني مدين عمل له ايه بيسموه افلس حصل مثلا بنك طيب فالدين اعدم فعلا بقى فب5000 هيأثر في الاثنين بس النيت فاليو هتفضل زي ما هي ازاي اقولك انت كنت الاول كنت بتقول 100000 بكام ناقص الالوانس ب 6000 يبقى بكام كله الصافي 94 دلوقتي هتقلل الاكونتس ريسيبل من 100000 ل 95 لان في دين قاعد ب 5000 اهو ده كان اصل مدين خليته دائن في القيد من 100 يبقى 95 وده الالوانس اللي هو احنا قلنا عليه ان اه اه قلنا عليه اه كونترا اسيت كان ب 6000 هيبقى ب 1000 يبقى خمس 95 هيتعرض في الميزانيه 95 ناقص ال 1000 هيفضل 94 برضه شوف ازاي ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ان انت ما لحقتش على قاري القوائم الماليه وفعلا اللي انت هتحصله في الاخر هيفضل 94000. الالونس ده انت عامله الاعدامات ال, 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 اللي ممكن تحصل في الديون. الدين ما يتحصلش و الـ الـ هنا اللي هنا اللايت اوف اللي حصل 5000 في حدود ال 6000 فانت خايف ليه؟ انت لسه ستيل ان انت لسه تقدر تحصل ال 94000 اللي انت كنت كنت قايل عليهم. شوف بقى عبقريه الطريقه دي ان هي عملت ماتشنج صح وطالما في اعدامات للديون في حدود الالونس يبقى انت برضو ما زال النيتراليزابل فاليو زي ما هي. كانت 100 ناقص 6000 او 94000 دلوقتي بقت 95 ناقص 1000 برضه ب 94000. شوف بقى جمال الطريقه دي عملت الماتشنج صح وتوقعت الديون المعدومه صح بس تجيب الالاونس صح النسبه صح انت جايب هنا النسبه 6% اه ازاي تتوقعها صح ليه لان لو زادت بقى رايت right اوف هنا يبقى هي هتقلل النيت ريزابل فاليو طيب ذس ذا رايت اوف of a particular bad debts has no effect on expense خلاص مش هعمل بقى قيد تاني ارميه في الانكم ستيتمنت ما انا قبل كده 6000 في الانكم ستيتمنت ما كانوش اعدامه فعلا ده انا كنت متوقع الله طالما متوقع بتقول في الانكم ستيتمنت دي عشان مبدا المقابله عشان مقابله الايرادات بالمصروفات عشان كده الضرايب ما بتعترفش بيهم لانهم ما تحققوش فعلا صح بس ده دي المحاسبه الصح معلش هيبقى في فروق ما بين الضرايب والمحاسبه بس احنا شغالين محاسبه صح طيب خلاص يبقى مش هنيجي جنبه الايه الاكسبنسز تاني رايت اوفز don't affect the carrying amount of net accounts receivable because صح زي ما قلنا كده النت ريلايزابل فاليو هتتعرض ال 100 ناقص ال 6 ب 94 طيب ال 95 ناقص ال 1000 برضه ب 94 اهو because the reduction of gross accounts receivable and the allowance are the same انا بقلل الاجمالي وبقلل المخصوم منه يبقى ستيل الفرق ثابت صح ولا لا الفرق اللي هي النت ريلايزابل فاليو زي ما وريته لحضراتكم كده thus they also have no effect on working capital يبقى ال working capital ما اتغيرش عبقرية الطريقة دي جميلة جدا 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 طيب لو حصل بقى حاجة تانية occasionally فجأة بقى a customer pays on accounts previously right يعني احنا كنا اعدمنا الراجل الغلبان ده اللي البنك عمل له بنك بيتسي وقلنا مش هيدفع وجي فجاه قال لك خد يا عم ال 5000 اللي احنا ما بناكلش فلوس حرام <applause> خد ال 5000 اللي عليا اه فانت هتدخلها الكاش هي فلوس دخلت لك فعلا والالونس اللي انا كنت حاسبه غلط انا اسف يا جماعه كنت حاسبه ب 6000 لا ده انا ايه هرج... هرج... هرجع الخمسه اللي انا كنت قللتهم هنا هرجع الخمسه اللي قللتهم هنا bad debt expense is not affected in the affected when accounts receivable is written waiting... off Or when accounts previously written of uh, uh, becomes collectible. يعني لا في وقت إعدام الدين هتعمل مصروف زي ما شفنا هنا ولا في وقت إن واحد رجع بعد ما أعدمنا الدين وجيه دفع زي ما شفنا في القيدة ده مش ما جيناش جنب الاكسبنس خلاص إحنا الاكسبنس مبدأ الماتشنج ده اتعمل ساعة ما إعترفنا بالإيراد وإعترفنا بالمصروفات المتوقعة خلاص الاتنين خبطوا في بعض عشان نجيب انكم ستمنت صح ومركز مالي صح. اما الشغلانه دي كلها ايه؟ شغلانه allowance. المخصص. The following equation illustrates the recognition اه هيجيب لك بقى ال allowance ايه اللي يزوده وايه اللي يقلله؟ The following equation illustrates the reconciliation sorry reconciliation يعني آه. مطابقة أو عملية تسوية uh, of the beginning and the ending balances of gross accounts receivable accounts receivable before adjusting for allowance uh, for uncollectible accounts أهو تقول لي والله beginning accounting receivable كان عندي مثلا رصيد مدينين ب 100000 حص حصل ايه مبيعات آجلة بلس credit sales during period ما مبيعات آجلة بكام؟ بخمسين زائد المية الأصلية يبقى كام؟ يبقى ده هنجمعه ولا نجمع طبعا يعني كان عندي مدينين بمية بعت الناس تانية بخمسين يبقى المدينين اللي هي دلوقتي بقوا مية وخمسين طيب في ناس سددت اه يبقى ماينس كاش كوليكتد اون كويدت في ناس في اربعين الف دفعوا ولا تسعين الف من المية وخمسين اه يبقى اتبقى ستين ااا ماينس اكونتس ريسيفبل ريتن اوف ديورنج بيريد ال 60 دي في واحد 10 ب 10,000 تم اعتباره بنك افلاس اشهر افلاسه فخلاص يبقى كده الرصيد uh, اللي انا هقدر احصله 50,000 تاني البيجيننج بيجيننج اكونتس ريسيفبل زائد الكريدت سيلز ماينس الكوليكت اللي انا حصلته ناقص اي اعدامات الكلام ده منطقي جدا آه يبقى عشان أعرض لقارئ آه القوائم المالية صح لازم أخد بالي من المنطقي ده. طيب the following equation illustrates the reconciliation of uh, the beginning and ending balances of the allowance. اه يبقى احنا شفنا التغيرات اللي ممكن تحصل منطقيا على رصيد المدينين. طب تعالى نشوف التغيرات اللي ممكن تحصل على ال allowance. Beginning allowance for uncollectible accounts عندي رصيد من الف... اول الفتره اللي هو جاي لي من الاندنج بتاع الفتره اللي فاتت. بلس الباد ديت اكسبنسز كوجنايز فور ذا بيريد. اه حققت مبيعات اجلى فاعترفت بايه؟ باد ديت اكسبنس عشان اقابل الايرادات بالمصروفات وانا بعترف بالريكوجنيشن اعترفت بالباد ديت اكسبنس زودت الالاونس صح؟ اه oh. طيب ماينس اكونتس ريسيفبل ريتن اوف الريتن اوف زي ما قلنا هيقلل آه... تعالى اطلع كده في القيد اللي الفرض... فوق ده اهو قلل الاكونتس و وقلل الألوانس عكسهم المدين خلاه داين يبقى قل ال... والدين خلاه مدين يبقى قل ال... شوف بقى ازاي اهو هنا في في الدايركت رايت اوف قلل ماينس اهو الاكونتس ريسيفابل وهنا في الدايركت رايت اوف قلل الألوانس بتاعه طب ايه اللي يزود الالوانس؟ ان واحد يجي يقول لك معلش حقك عليا علي أن انت كنت اعدمت الدين اللي علي لا احنا ما بناكلش فلوس حرام خد يا عم الفلوس اللي ليك عليا. اه collection of accounts receivable previously written off. احنا اعدمنا الدين فكنا بنقول معلش احنا غلطانين في التقدير الالونس مش ب 6000 المفروض ب 1000. اما رجع دفع اللي عليه قلنا لا احنا كده ايه تقديرنا كان صح. نرجع الايه؟ الـ allowance بستة زي ما كان، يا رب تكون الحتة دي تفهمت عشان ده الـ ending allowance اللي هتبدأ بيه الفترة اللي جاية. under income statement اه الفرق ده بقى جميل أوي هيقولهولك أهو under the income statement approach the bad debt expense is percentage of sales on credit and the ending balance of allowance is calculated using equation above. انما ده اه يبقى انت هنا لما تشتغل بالانكم ستيتمنت ابروش بتجيب من الايه؟ بتجيب نسبه من المبيعات انما الاندر البالانس شيت ابروش بتجيب نسبه من المدينين لان هنا اصل لكن هنا ايراد موجود في الانكم ستيتمنت لكن هنا اصل موجود في البالانس شيت. The ending balance of the allowance is a percentage of the ending balance of accounts receivable. and the bad debt expenses is collectible using equation of طب كلام الجميل جدا 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 في حاجه اسمها فاكتورينج كده يعتبر الريسيفابل خلصت بس ايه نقطه الفاكتورينج فاكتورينج يعني والله بتقول لي بص يا عم احنا ما ما مش قد وجع الدماغ ده بقى معلش عموف. انا لا عارف احصل مدينين ولا عارف اعمل كريدت مانجمنت يعني اداره ائتمان وعشان اقعد بقى اقول احنا هنحصل كام ومش هنحصل كام انا اقول لك حاجه اه مش احنا لينا مية الف عند الناس دي اه وجمادين لنا ورق أوه. احنا نروح نودي الورق ده للبنك والبنك عنده اداره ائتمان او اي شركه ماليه ممكن تكون بره الشركات الماليه غير عندنا اعمل ايه حاجه اسمها فاكتورينج اخصم الورقه الماليه دي او الكمبياله السند الاذني ايا كان بقى الشيك مضيان لي عليه اي ورقه اثبت حقي بيها اخصم الدين ده في الاخر هو دين اخصم الدين المستحق ليا عند البنك يعني ايه اخصمه يعني عايز فلوسي دلوقتي حلو انت ليك 100000 البنك هيقول لك بص احنا احنا هنحصل ال 100000 وهندي ايه ومقابل دخل دخلتنا احنا, احنا فاضيين للدخل دي انت خليك انت في شغلك مقابل دخلتنا دي هناخد 5000 فهنديك 95000 وربنا يبارك لك <applause> انا هفرح بايه خد بالك هتفرح ان انت فلوسك جات لك دلوقتي مش بعد ثلاث شهور ولا بعد شهرين ولا بعد خمسه زي ما انت متوقع في 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 ال في الكريدت سيلز بتاعتك في تيرمز للكريدت سيلز في شروط يعني طيب وايه تاني؟ ما انا برضه مش كنتش متوقع ان انا هحصل ال الف كان برضه في ديون معدومه هتحصل اه في حته الفاكتورنج دي فيها مزايا كتيره تعال نشوف هو الفاكتورنج Uh, of accounts receivable factoring is بنقل receivables المدينين to a third party طرف ثالث ايه الطرف الثالث ده هو مين الاول والثاني الطرف الاول اللي هو انا الداين شركتنا احنا دينا للكاستمرز بتوعها اللي اديت لهم بضاعه الطرف الثاني اللي هو المدين اه يبقى في طرف اول دائن طرف ثاني مدين بنقل الدين ده لمين لطرف تالت اللي هو مثلا قد يكون البنك مثلا ثيرد بارتي اللي هو الأفاكتور ال ال اللي اللي هيخصم هو اسيوم ذا ريسبونسبيلتي ده بقى هيتحمل مسؤوليه اوف كوليكشن متحمل مسؤوليه الايه؟ التحصيل مقابل الفلوس اللي هيخصمها دي اه طيب هو يقول بص بقى يا عم هم عندهم بقى اداره بقى محاميين واداره بقى عندهم ناس ينزلوا بقى يتابعوا التحصيل ويرخموا على العملاء لغايه ما ياخدوا فلوسهم ولو العملاء ما دفعوش في المحاكم <applause> انما انا مش انا مش فاضي للكلام ده يا عم انا عايز اشتغل الكور بيزنس بتاعي فقال لك ديسكاونت اون انون ريسورس a notification thus by meant by the, uh, uh, debtors or debtors on the

فتقول لك ده الترانزاكشن ده سيل انت كده انا والله في احنا بنبيع عربيات حلو فالدين لو العميل ما دفعش الاقساط احنا هنرهن العربيه هناخد العربيه دي وهنحجز عليها فلو العربيه هي اللي ضامنه او في اصل يضمن هذا الدين يبقى ده اسمه ترانزاكشن السيل انت كده بتبيع الدين او بتبيع العربيه دي لو المدين ما دفعش البنك هياخد العربيه تمام انما في حاجه ثانيه بيقول لك إيه, 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 ايه اف السيل از without ريسورس ذا ترانسفير آه ترانسفير اللي هو الكريدت ايجنسي للوكاله الائتمانيه او مثلا لو عندنا احنا بنعتبرها بنك في ممكن بره يكون في شركات متخصصه في التحصيل او الحاجات دي وعندنا بدات تظهر برضه حاجات زي كده اسيوم ذا ريسك بتعتبر مخاطر اند ريسيفز الريوردز بتاع يعني بتحمل المخاطر و وبتكسب من فوائد التحصيل اللي هي زي ما قلنا كده فرق هي مش هتديك ال ألف كله الفرق هتديك اقل والفرق هت ايه هتعتبره مصاريفها او ايراداتها بتاعتها يعني مقابل يعني مصاريف اللي هو الايرادات اللي هتكسبها هي انت بالنسبه لك هتفرح ان انت بدل ما تستنى شهور لا انت خدت فلوسك دلوقتي فتايم از ماني يعني انت خدت فلوسك دلوقتي يبقى انت المفروض قيمتها اعلى ما تستناها بعد شهور وغير كده ما انت برضه بعد شهور كنت بتقول لي في انكولكتبل اكونتس ما كنتش مش كنتش برضه ما كنتش هتاخد ال 100000 فانت مش خسران كتير يعني طيب this sale is final and the seller has no further liability to transfer يعني لو ما فيش بقى رهن او حاجه فخلاص انت كده بعت الدين accordingly the receivables are no longer reported on the uh, seller box انت كده خلاص مش هتكتب حاجه في القيود بتاعتك طيب تعال نشوف هنا امثله uh, if a sale is with resource uh, the transfer or seller may be uh, recorded uh, to make by means to transfer uh, or to buy back receivable in the specific uh, circumstances uh, فزي ما قلنا كده اللي هو كان ويزاوت ريسورس او ريكورس انت ده ده فاينل فاينل سيل يعني ده بيع تمام uh, ان, انما انما اللي هو ويزاوت ريسورس او ريكورس بيقول لك يقدر يرجع عليك بالبايمنت يعني ايه؟ يعني البنك يقول لك والله انا ما حصلتش مش عارف احصل من الناس دي فانت رجع لي فلوسي او تو بي باك ريسيفبل ان سبيسيفيك اه فهناك انت كنت بتقول لي انا هشيله من الدفاتر خالص اللي هو الويزاوت ريكورس او ريسورس يعني مش مشكله النطق المهم ان انت تبقى فاهم فهو بيقول لك انا انت هنا كنت بتقول لي ده انا ده انا هشيله من الدفاتر خالص خلاص نو لونجر ريبورتد اون ذا ايه سيلر بوك انا بعت الدين وشلته من دماغي لكن هنا بيقول لك لا في بعض الظروف ان ذيس سيركمستانسز ذا ترانسفير ماي يعني نوت كواليفاي از ا سيل انا ممكن العمليه ما تعتبرش بيع لهذا الدين اكني مثلا مفوضه في التحصي. مفوض البنك او الكريدت ايجنسي دي في التحصيل ما عرفوش يحصلوا هيرجعوا لي تاني لكن ويزاوت ريكورس لا ده ممكن ير... ده انا خلاص انا كده مفيش ضمان ليهم والله زي ما قالك كده بيتحملوا الريوردز والوسكس يعني لو ما عرفوش يحصلوا خلاص مش هيرجعوا لي هنا ذا بارتي اكونت فور ترانزاكشن از اسيكير بوينج ويز بليتش اوف نان كاش يعني في ضمان اكن بالظبط اكن البنك ده اقرضني الفلوس لغايه ما يحصلها يقول لي خلاص كده شكرا انت كده برقت ذمتك حصلت من المدينين بتوعك لكن هنا في هنا في ضمان لو ما عرفش يحصل هيرجع يقول لي لا يعني مش عارف احصل المدينين بتوعك هات يا عامل ايه خد الورق بتاعك وهات لي الفلوس اللي انت حصلتها اكوردنجلي ذا ريسيفابل ار ستيل ان سيلر بوكس يعني لسه هيفضل عندي الريسيفابل Uh, and it must recognize liability for amount of cash received وافضل محتفظ بالدين اللي انا أخ... الفلوس اللي اخدتها من البنك لغايه ما يحصل الريسيفبل عنده واشيل uh, بقى الدين واشيل الريسيفبل من عندي لما البنك او وكاله الايجنسي دي كريدت ايجنسي دي تبرئ ذمتي وتقول لي خلاص احنا حصلنا المدينين بتوعك وخلاص اه فهو بس عايز يقول لك ان ويزاوت ريكورس من غير uh, من غير ضمان يعني انت خلاص بعت الدين وتشيله من عندك من من اكونتس لكن ويز وما فيش لكن ويز وكوست تقول لا الفلوس اللي اخدتها من البنك دي تعتبر لايبيلتي عليك زي كده بالظبط يعني الايراد المقدم او الان un بس ده مش ايراد انت بس مجرد تحصيل ريسيفبل انا مقصود ان هو شبيه ليه ان هو بيبقى دين عليك لغايه ما يتحقق تشيله من الدين. هنا برضه آه هيبقى دين لايبيلتي عليك لغايه ما تقول لك خلاص يا عم احنا ايه احنا حصلنا المدينين فهتشيل المدينين وهتشيل اللايبرري ال 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 طب تعال نشوف المثال الجميل ده أنا بيقولك بيقول لك اهو الاكزامبل 25 بيقول لك اه 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 فاكتورينج خصم الدين او الاكونتس ريسيفابل فاكتو افاكتو تشارج 2% فيه بلس ان انترنال <applause> اه سوري اه بلس ان انترست ريت 18% اون ذا اول كاش ادفانسد تو اترانسفير اوف اكاونتس ريسببل يعني ايه؟ يعني uh, الراجل دوت عنده فا, uh, عنده uh, دين عايز يروح يخصمه عند البنك. انا يا عم شركه بشتغل شركه خدميه، شركه تجاريه، شركه صناعيه بس مش شغلتي ما عنديش ناس تحصل وما عنديش كريدت بقى وناس طلبت مع اللي هم الدائنين اللي هي اللي مش هيدفعوا فلوس اللي اه يعني والله بقى مفلوني وكده فانا مش فاضي للكلام ده انا عايز اشتغل في البيزنس بتاعي فراح للبنك قال له الله يخليك ايه اعمل اخصم لي الدين ده بيسموه الخصم خصم الدين يعني ايه خصم الدين؟ يعني يشتري مني الريسيفبلز بقول لك اهو مقابل ايه 2% 2% على ايه؟ 2% معلش انا ايه عمل اللي انا عملته ده فاكتو تشارج ب 2% فيز ماشي و 18% فوايد فوايد ايه بقى ما احنا قلنا بقى هيديني الفلوس بتاعتي بس ما انا كان المفروض مثلا عامل كريدت تيرمز مع العملاء انه هيدفعوا بعد ثلاث شهور بعد ثلاث شهور حلو فانا المفروض اقبض ال 100000 مثلا يعني بعد ثلاث شهور لا ابطلها النهارده حلو انا فرحت انا الحمد لله ليه يا عم انت بتقول لي انا ماليش في في ان انا انزل اتخانق مع العملاء وفين الفلوس اللي عليكو والكلام ده انا ليا في البيزنس فانا اخد ال الف دلوقتي احطها في البيزنس اشتري بضاعه واشتغل واتوكل على الله اه حلو أوي يبقى انت هو هيديك اكنه قرض ب 18% ومصاريف خصم 2% هو بقى هيتعب في تحصيل والمخاطره والكلام بس هنشوف بقى هل ده ويز ريكورز ولا ويزاوت ريكورز او سورس ايا كان يعني اه فيقول خلاص هو ايه عنده مانثلي سيلز 100000 عنده مبيعات شهريه ب 100000 الفاكتور ادفانسد 90% اوف ذا ايه ريسيفبل سميت افتر ديدكتنج 2% فيه اند ذا انترست تمام يبقى الفاكتور هيدي لك 90% يعني في 10% في بس هيحطهم على جنب يعني تمام؟ طيب. اوف ذا سيفابل طيب. كريديت تيرمز ار نت 60% يعني انت المفروض كنت تتحصل على فلوسك بعد كام؟ بعد شهرين، هتتحصل عليهم دلوقتي فانت فرحان. اولا مش هتخش بقى في قصه الباد ديتس وشغلانه الالاونس، انت هت... هتنقل عبء كل المانجمنت الكريديت مانجمنت والكريديت لوزز هتنقلها عند البنك ده أو هو بقى يعمل محاسبه المدينين والهوسه دي كلها أنا بعت والله عندي كاش سيلز الحمد لله والشكر لله فرحت بال بالمبيعات ال ال النقديه في عندي مبيعات أجل عشان أنشط مبيعاتي هاخدها أخصمها عند البنك طيب هو بيقول لك أهو وات إز ذا كوست أوف ترانسفير أوف ذيس آه خد بالك الكوست الحقيقية هنشوفها دلوقتي ان انت عندك بتقولي مصروفات خصم 2% وعندك فوايد لو هو حصل النهارده لو هو حصل بكره بس هو بيقول لك انت المفروض 60% اه 60 سوري نت 60 ديز الكريدت تيرمز شروط الائتمان انت كان المفروض تاخد فلوسك بعد شهرين هتاخدها دلوقتي وتشغلها في البيزنس بتاعك والحمد لله، وكمان هشيل عنك عبء الايه؟ ان انت تقعد تعمل حسابات مدينين وتعمل الاونس وتتوقع الان كولكتبلز والباد ديتس والمدين ده بيماطل في الدفع، المدين ده حصل له افلاس، الدين اعدم الشغلانه دي كلها حساباتها هتبقى عند البنك، طب وحاجه ثالثه ان انت انت كده كده عارف ان انت مش هتحصل ال كلهم. طيب حلو خلاص، المهم انت لما تروح النهارده تعمل فاكتورنج للدين بتاعك الاماونت اوف ريسيفبل 100000 فيقول لك انا ايه انا هحجز في حجز ريسيرف بس 10000 دول مش هيتخصموا دول هيجوا لك تاني بس يعني زي ما تقول كده ايه هيفضلوا عنده شويه لغايه ما يحصل او كده وبعد كده يديهم لك تاني في 2% دول بقى مصروفات او فاكتورز في يعني مصروفات خصم دول فعلا هيروحوا عليك فانت اماونت accruing تو ترانسفير الفلوس اللي انت آ, المفروض uh, تستحقها 88 تستحق 88 في الف بس قال لك ان في آ, المفروض كنت تستلمها بعد كام بعد شهرين هيديها لك دلوقتي يبقى يديها لك بفايده فايده كام 88 في الشهر الشهرين يعني 60 على 360 60 على 360 يعني 2 اثنين في النسبة في المبلغ هيديك 2640 اه ده تقسمه برضه من 88 المهم ان ال 100000 هتاخدهم كام؟ هتاخدهم 85 Amount to be received immediately دلوقتي من غير مخاطر ائتمان من غير, من غير ما تستنى 60 يوم من غير ما اعدام الدين بس في 10 هتاخدهم ثاني خد بالك يعني انت كده هتاخد 95 بس انت دلوقتي هتاخد كام؟ 85 طيب زتلاندس فيو also will receive 10000 اه uh, انت هت, انت هتستلم 10000 ريزيرف ات ذا اند اوف 60 انت دول بس هيتاخروا عنده شويه زي ما تقول ضمان او زي ما تقول ايه يعني حاجزهم عنده كده شويه ال 10000 بس انت هتستلم دلوقتي 85 و يعني انت في الحقيقه انت هتستلم 95 من فلوسك 85% منهم مقدما ده ميزه جميله جدا طيب اه uh... بعد الستين دايز هتاخد البقية ال 10000. If it has not been uh, observed by uh, sales return and allowance لو مفيش اي ريتيرنز او allowance حصلت. ليه؟ لان ممكن في خلال الشهرين دول واحد يجي يرجع البضاعه بتاعته، واحد يحصل اه فهتقل المدينين دي. فالناس دي مش هتدفع للبنك، البنك يروح يقول لهم هاتوا الفلوس، يقول لك لا احنا رجعنا البضاعه خلاص. الراجل ده ملوش فلوس عندنا فلازم يبقى فيه عشرة في المية كده او يعني المبلغ اللي هو قدره ان هو بعشرة في المية اللي هو عشرة آلاف جنيه هيبقوا محجوزين بس عنده وفي الاخر هيديهم لك تاني ذا توتال كوست cost of transfer to fact اه oh, انا عايز اعرف بقى هو اتخصم لي كام بالظبط from the months كام ال الالفين اللي هم ال الفاكتور فيه اللي اتخصموا اوريدي في الاول زائد الفوائد فوائد ايه فوائد ان انت بدل ما تستنى على ال الف شهر إيه؟ شهرين إيه؟ لا انت خدتهم دلوقتي فده طبيعي جدا يعني ده مش ملوش علاقه بالخصم اه ال 2600 يبقى انت كده تكلفت فعلا في خصم المبلغ ده في البنك 4640 قد يكون ان مدين واحد تعدمه ب 5000 ممكن يكون اكتر من المبلغ ده assuming that the factor has approved the customer's credit in advance the sale is without, without recourse يعني ايه؟ يعني ان الفاكتور اللي هو البنك او الكريدت ايجنسي ال وافق على الكاستمر كريدت in advance يعني وافق وافق لك ان هو يديك فلوسك مقدما من غير ضمان من غير recourse من غير ما يرجع لك احنا قلنا ان في عندي with recourse و without recourse with recourse او ريسورس هيرجع لي لو ما عرفش يحصل المدينين يقول لي لا انا مش هات الفلوس اللي فانا لازم يعني اعمل لايبيلتي عندي في يعني ستيل عندي الريسيفبل ولايبيلتي بالفلوس اللي خدتها انا خدت 85 يبقى دي فلوس لايبيلتي عندي لغايه ما يجي يقول لي لا خلاص احنا الحمد لله حصلنا الفلوس وخد بقيت بقيه اللي هم ال 10000 اللي في الاخر دول فساعتها هتشيل الريسيفبل وهتشيل الفلوس اللي عليك طيب ده هنا بيقول لك ويزاوت خلاص هو اتفق معاك ان هو مقابل الخصومات اللي هو خصمها لك دي هو هيتحمل المخاطر ان لو المدينين ما دفعوش خلاص مش هيرجع لك يبقى آه زي يبقى انت مش هتعمل هنا ايه مش مش هتأيد إيه عليك وفي نفس الوقت مش هتأيد ريسيفبل يعني ريسيفبل المدين هتخليه داين خلاص هتمسحه من عندك اه ذا ترانسفير ويل نوت ابزورب ايه بدت خلاص جورنال انتري كام كان عليا اكاونتس سيفبل 100000 انت قلت لي عشان هو وزاوت ريكورس مش هيرجع لي ف فهشيل المدينين ال 100000 كانوا مدين خليتهم دائم طيب انا ما قبضتش 100000 انا قبضت كاش 85 حلو وفي مصروفات دي بقى ديوب فاكتور دي دي, هت... دي آه... سوري دي مش مصروفات دي لما يحصل بعد شهرين هيجيب لي ال 10000 يبقى دي فلوس ليا برضو ما زالت ده 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 اسيت انما في بقى اللوس اون سيل اوف ريسيفابل دي دي مصروفات هتتحط في الانكم ستيتمنت مصروفات الخصم وفي البري بيد انترست يعني فوائد مدفوعه مقدما على اساس ان انا ال 85 دي كان المفروض استلمها بعد آه شهرين استلمتها ان ادفانس فالاثنين دول هيروحوا فين؟ الاثنين دول مصروفات في الانكم ستيتمنت ولكن الكاش والفاكتور يعتبر اصول هتحط في الايه في البالانس شيت وكده انت يعتبر خصمت اه ايه بقى الفوائد بتاعت اللي حصلت معاك دلوقتي ايه الفوائد اللي حصلت او المين ريزون فور فاكتورز انت ليه بتعمل كده اهو بيقول لك اسباب الفاكتورين افاكتور يوزوالي ريسيفز افاكتور يوزوالي ريسيفز ا هاي فاينانسينج في بلس في فور كوليكشن اه البنك ده او الكريدت ايجنسي بياخد المصروفات دي ليه؟ اه فرزن مور ذا فاكتور اوف اوبريتس مور افيشنتلي عنده كفاءه في التحصيل اكتر مني انا انا زي ما قلنا كده عايز اتفرغ لشغلي اه uh, مور it's زان ايتس كلينتس احسن مني عنده ستاف uh, ينزلوا للتحصيل ستاف ناس بتشتغل في التحصيل ويزنوا على العميل وكل يوم يبقوا عنده لغايه ما ياخدوا الفلوس منه. طيب وفي لو ما دفعش عنده ستاف من المحاميين ويقدروا يخلصوا الحكايه دي بتكلفه اقل مني انا، هشوف بقى ازاي طيب. يبقى هو مو افشنتلي ذان اتس كلاينتس بيكوز اوف سبيشاليزد ناتشر هو متخصص في الشغلانه دي ففاضلها انا مش فاضلها انا عايز اشتغل الشغل بتاعي اه سبيشاليزد ناتشر اوف اتس سيرفيسز طيب تاني حاجه ايه انتيتي السيلر بقى احنا اللي احنا اللي بعنا الدين ذات يوز ذا فاكتو تو هايس تو سبيد اب اتس كولكشن الغلابه دول الشركه بتاعتنا دي غلبانه عايزه الفلوس مش عايزه ال100000 الف... مش هتاخد 100000 انت 85 دلوقتي و10 بعدين فالفلوس دي تاخدها تدورها في البيزنس هنشتري بضاعه ونعرضها تاني او نشتري مواد خام لو احنا شركه صناعيه ونقدر ندور الانتاج تخيل مية ألف دي لو مش موجوده هنعطل عليها ممكن او نتاخر فهي بتعمل سبيد اوف اتس كولكشن also it can eliminate its credit department ما عنديش بقى اداره فانا هقلل الاداره خلاص الفاكتورنج العبء ده زي ما قلنا هنقله عند البنك او الكريدت ايجنسي اند اكونتس receivable stuff هقلل الاكونتس ريسيفر والصناعه ما عنديش انا التخصص ده ومش شغلي فيه بقى ان انا انا شغال في الصناعه او في التجاره او في زي ما قلنا كده الخدمات اه ان اديشن تالت حاجه الباد ديتس بقى انا مش هتحمل الباد ديتس خلاص انا ايه حد تاني بنقلت عنده العبء ده باد ديتس اه اليمينيتد فروم ذا فاينانشال ستيتمنت اه ذي ريدكشن ان كوست انا كده بقلل تكاليفي كان اوفز ذا فيت تشارجد باي ذا فاكتور هقابل الفلوس اللي هو ايه هتعوضني الخسائر اللي انا دفعتها للفاكتور سواء ال ال 2000 اللي هو السيلز اوف او سيفابل او فوائد ان انا اخدت الفلوس مقدمه خد بالك ان دايما اللي بيدفع يعني ايه انت لما تروح تشتري من حد مثلا ااا إيه ان كاش بتدفع فبتدفع اقل من لو خدتها اون كريدت فطبيعي هو عامل حسابه من الـ من الانترست دي يعني انت بتبيع العربيه النهارده بالكاش هتبيعها ب 200000 لكن لو هتقعد على ثلاث سنين هتبيعها ب 230 250 260 ايا كان يعني ف <applause> فهو غالبا يعني مش هيبقى خسران قوي لان هو اوريدي لما بيبيع اون كريديت بيبقى بايع اكتر من الكاش فلما يقلل تكاليفه كمان يقدر يشتغل اه كارد سيلز خد بالك ان الكريدت كارد ده نوع من الفاكتورنج كريدت كارد سيلز ار كومون فورم اوف فاكتورينج يعني ايه؟ يعني انت لما بتروح تشتري بالكريدت كارد وانت قاعد في بيتك كده وبتشتري انت في الحقيقه بتعمل فاكتورينج البنك بيدفع لك بيدفع للزبون ويحصل منك انت كعميل او ك... بيدفع قصدي لل... للمتجر انت النهارده اشتريت كمبيوتر اونلاين دخلت على سوق دوت كوم ولا امازون مش عايزين نعمل لهم اعلان بس اي موقع واشتريت توب فانت كده زبون انت زبون ال ال المتجر اخد فلوسه منك اول ما حطيت الكريدت كارد حسابه خد فلوسه من البنك الحساب اتنقل الكترونيا انت بقى مشكلتك مع البنك ان انت تسدد بالقسط اه فهي هو نوع من الفاكتورنج يعني كريدت كارد سيلز ار كومون فورم اوف هي في عمليه خصم بس احنا مش حاسين بيها احنا فاكرينه دفع ب بال بالكريدت كارد زي ريتيلر المتجر اللي هو عامل صفحه على النت وانت اشتريت منه تلفزيون اشتريت منه لابتوب بينفيتس باي بومت اه بيزود ريسيبتس اوف كاش ان اند افويدنس البادتس يعني بيزود مبيعاته لانه مبيعات سريعه مش لازم تروح لغايه عنده بيبقى معاك كاش لا بالكريدت على طول سواء بقى اونلاين او وانت هناك بتحط الكارت بتاعك في المكنه هو زي <applause> ما بيقول كده بيزود بيسرع الريسبتس اوف كاش بيسرع استلام الفلوس وبيتجنب الافويدنس اوف باد ديت اند اذر كوست ان ريتيرن ذا كريدت كارد كومباني تشارجز افي والشركات بتاخد الايه العموله بتاعتها طيب ممكن نقفل الفيديو لغايه كده ونكمل المره الجايه شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته